بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. الصداع شكوى شائعة في رمضان، وأهم أسبابها عند اللي معتادين على شرب كميات كبيرة من القهوة قبل رمضان حدوث متلازمة الانسحاب، وهي ممكن يتغلب عليها الإنسان بالتحضير قبل رمضان على التخفيف التدريجي من شرب القهوة. بداية رمضان بيبدأ يحدث التجفاف الخفيف بسبب قلة السوائل، وهذا من أهم أسباب حدوث الصداع. ممكن هذا يتغلب عليه الإنسان عن طريق التركيز على شرب لا يقل عن لتر ونص إلى لترين من السوائل في خلال فترة الإفطار، وبالتالي بيتجنب حدوث التجفاف وحدوث الصداع المزعج. شكراً.